ينتبع البنات برا شكون ينتبع العزرة خلي مرا انا اخضر ننتبع وحدك هو نسمع كلام ونسمع غنيته خلي البنية حلوة كي ونتبع ابو العريس صورني في اللافيني نزر بورا الهادي التونسي لحظة يا حلو لحظة اخويا ما شبو ما شبو كل هادي التونسي عنده كثير هنا هادي مرة نحكي معه لسان وخرجك لسان وخرج وراه مرة في ديوانة تشد هلاك وخرجوا الفلوس منه رسول الله طبعا البنات هكا ناجي ولما ريت صار كان مع الاولاد ريت تطلع غادي احدى الاولاد لهنا احدى الاولاد الله يقدر الخير لا مش نظفه مش نظفه حتى في الدار لقيته عامل سيدي تاع شمس الدين باشا كيفاكم كاراتيه هكا هكا المره شاد زوز شمس الدين دق دق لك تاكلها نسكها لك شطاره لي وخالقك الرومانة تضرب الجيم جديد يزي يزي سيومي يا رامروديك طب البنات شكون نتبع مال ناحي من البنات قعد ناحي الله يخلينا المرأة في تونس تصفيق عليها مش ناقص اخويا ما فاتو لو كبست البرنامج عند الاستعداد خاطر باش ما نقولش انت بيان اونتوري ديما انا طلع في الدعايات فمش مره ريتك نصر الدين ما ريتش معاك على الاقل ثلاثة بنات اربعة يفدقوا هذاك الثلاثة كيما خلصتش اما تو خلصتش تشوف الباكو الباك ورا بعضي انت دبات مش تاخد كاستينج كاستينج يا حوالي بدي من توا سيد يبعثوني المزودية في المسجد يدربك ويرندف ولا اكلي في الكار ولا اكلي في الكار يا حشموش البنات تختي دربوخ في الدار عرس اك البنات يحبوا تحب روحها تتخطب 30 مره تمشي وتجيك زي ما هز الحلو و
يا جيب واحد تشري الواركة هنيك تبحلق بنتعال راني نتعارس مش هكاكا وقت تستنى فيها نمر تاع تليفونات عمر ما عطيت نمروي خاتني اشاعات اما انا اشاعاتي ظاهر فيها عرفت كي غني غنية ثانية ثم كيما كلي في المنام قلت له مرته شنو شكون يا امال في منامك طايت باسمها قال حصان طير شي بعد جمعة قلت له الحصان طلبك في النوم لك الحصان تربك على نور الفيك طبعا يا حلو ها طبعا فهمت اسمع ما وراء الشهر طبعا التونسي تجي يقول له يضحك وراء الشهر انت تقول لوحة لوحة خلص بالكثير نار 15 دقائق خلى بيدك تبدأ مسرحية ضحكوك شي مقلقة من لقيني دي من ايش يعمل في عرضك نهار 25 اوه اوه الكالندري ما شوفن بوجه تونسي نعرفها لو اه لو دو لو تروها من لو سيس تونسي توفى شهري وجو يتقلبوا لك لو ديس ولي يشري في العرك لو ديزنيف مرته تكلم تو امك هيك وجهك مشوف وجهك مشوف عليا عليه هكا سي سر جيران تسمو تون مش بجملك علي لو دو يضحك اخوي صحيح ولا انت خلصت من اه يضحك بقول علاش كيش خك خلص عام مسبق انا ظهر عام كامل مسبق وزاد تعد على الكيش انت كي تبدا من اخو عربو ونعرفك يبدا متعدى من لفيات ويزون لا 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 ثاني وتذكرني الليلة 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 لا في الأربع يا هبط التونسي يرى الشهر يتكك هبط لهذوك بعد ما بيجي تقلب تخزر عينيك تونيش بجملك شدك الفيس ما عندكش فيس تسرقل يا اخويا تا 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 ثم كورجي خير من العقرب يطرق ذيب ما يعرفهم حد ما لقاوش ارضيه شكون يكور تو طابو دورو جواريت قبل كانت شبيك قمودي جا الاول عطاو فطير هداو له فطير كيما تو هاكا شو اسمه عوجي هاكا كبروا ومو حب لبيت خالو لسيس عنده وقول له راك حبل لا لا ولسيس هذه كورجية تو ها والبواطة ديريكت حتى الممرنين تقايراني في جماعة يضرب في 30 40 مليون يلعب في الكازينو في القمار وكاكاوية في فمه هكا يريني يا رب سنت درو دو هذا انتر ما شكون مشيت في تونس كي كانت الفقاحة يا حسرة تعملوا لهم اقوى ملاعب في تونس من شحوش انا الراس تادرات هذاك كان مشيت فريق قومي مادام مش يسقط مع بتسوان والله يقسموا حوين تحصل قسموا حوين تخلي تكريه مش قاعد شوف في برامج تاع كرة القدم في تونس ساعات برنامج فيه 30 محلل على بونت ورجو
زين هكا خالد حسني خير زين قريب يولي يعمل في التحليل بسبحة تو كان مرعبه كات كات تروى تبدل شفت الأرضية اللي تبدأ فيها اللي تعطيك القوة شنو حوالك؟ لاباس فاتوم الحمد لله.